يا مساء الفل واهلا بكم معانا وحلقه جديده ويوم جديد من انبوكس. النهارده حلقه يعني مختلفه جدا جدا، لكن طبعا في البدايه ارحب بزمايلي واصحابي رحمه، ازيك رحومه، ازيك يا وعمر، ازيك يا عموره، ازيك فاروق، مساء الفل عليكم. وحشتنا والله. اخباركم ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. تسلم عليا رحمه. لا ازيك يا رحمه؟ اسلم ليه؟ مش احنا سلمنا بره؟ اسلم انا. احنا ليه سلم في الاستوديو؟ صحيح بنسلم على بعض من باب ان كتر السلام بعض بره بيزود المعرفه. النهارده ان شاء الله معانا حلقه حلوه جدا جدا، يا رب تتبسطوا بيها. في اخر فقره معانا فنان تشكيلي حلو جدا جدا، واكيد كده شفتوا شغله على الفيسبوك والسوشيال ميديا مره او مرتين. هو بينحت تماثيل وتماثيله حلوه جدا جدا، وزي ما شفنا عمل تماثيل لمجدي يعقوب ومحمد صلاح واحمد زكي وغيرهم كتير. طبعا هيبقى معانا في اخر فقره الفنان هاني جمال، خليكم معانا علشان تشوفوا شغله، عشان شغله حلو قوي. دي حاجة جميلة جدا بصراحة، كلية فنون جميلة جامعة المنيا كل شوية تخرج لنا فنان تجنننا على الفيسبوك بصراحة. الفقرة الجاية هيكون معانا فقرة مختلفة، هنناقش فيها علاقة الجدود بأحفادهم والعكس. طبعا المثل الشهير اللي احنا بنقول عليه أعز من أعز الولد ولد الولد، يعني على قدر حبك لابنك بيبقى أكتر منه بكتير في حفيدك. هنتكلم بقى عن المناقشة دي، ومعانا دراسات بتقول التأثير الإيجابي ومش عارف الحالة المزاجية والحب والتوتر. هنتكلم بقى عن تفاصيل القصة دي كلها. جميلة جدا، تأثير الأجداد على تربية الأحفاد. أحفاد طبعا شيء عظيم جدا. طيب اما بقى دلوقتي يا جماعه، فاحنا حابين يعني نعزي ونشارك الوسط الفني طبعا في حالات الوفاه اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت لبعض الفنانين، وطبعا كمان اللي سببوا لنا كمان بعض من الاحزان، لانهم يعني سابوا بصمه كبيره جدا في عالم الفن. وكان اول الحالات اللي حصلت خلال الايام اللي فاتت الفنانه الكبيره القديره ماجده. الفنانه ماجده يعني توفت عن عمر 89 عاما، وطبعا بعد صراع طويل مع المرض. لكن بنتها بقى الفنانة غادة نافع قالت ان هي توفت في البيت يعني بشكل طبيعي جدا، وكمان تم تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود. بالظبط، الله يرحمها الفنانة ماجدة، كانت واحدة من أهم فنانات جيلها، عملت أفلام كتير ولعبت دور البطولة في أفلام زي العمر لحظة وأين عمري وبنات اليوم والحقيقة العارية وأنف وثلاث عيون والمراهقات وغيرها من الأفلام. هي كمان ما كانتش بس ممثلة، لكنها ساهمت في عالم الإنتاج السينمائي وخاضت تجربة الإنتاج، وعملت أفلام نجحت جدا زي جميلة اللي قامت فيه بدور البطولة، وجسد حياة، المناضلة الجزائرية. بالظبط، جميلة بحريت طبعا. بالظبط، وأفلام تانية زي النداهة برضو السراب. يمكن عفاف علي أو الشهيرة بمجدة أو مجدة الصباحي بدأت رحلتها الفنية وهي عندها 15 سنة. وكمان ذكرت تقارير كتير أنها بدأت القصة دي لوحدها ومن وراء أهلها عشان تنجح وتثبت نفسها. كان زوجها الفنان إيهاب نافع، وكانت كان ليها بنت وحيدة الفنانة غادة نافع. الحقيقة رحلت عن عمر يناهز 89 سنة. طول الفترة دي من 1931 أو من ساعة ما بدأت فعليا مع اسماعيل ياسين في فيلم الناصح او اول فيلم ليها عام 49، تركت لنا 74 عمل فني. يمكن زي ما انت قلت يا رحمه، كتير جدا من الاعمال الفنيه اللي تميزت بيها الفنانه ماجده، وكمان كان لها باع طويل في فكره الانتاج الفني، وانتجت اكتر من عمل ومثلت اكتر من عمل، كانت بصمه. وماجده كمان يا احمد لو ركزت في الوضع الحالي وفي الوضع زمان على وقتها، كانت تقدر تشيل بطوله فيلم لوحدها من السيدات القادرات على انها تسوق ويبقى العمل باسمها ويبقى هي الاسم الاكبر على الافيش. لا، كانت قادره فعلا على انها تدينا محتوى فني. لحد دلوقتي احنا بنقول ماجده، وما ننساش كمان انها احلى واحده قالت يا ممدوح في الدنيا. بالظبط كده. طبعا اللي يعرف الفنانه الكبيره ماجده هيقول ان هي يعني شخصيه قوية جدا، وكمان على المستوى الشخصي والإنساني فهي طبعا كان ليها مواقف مختلفة جدا، وكمان ناس تفاعلت جدا على السوشيال ميديا طبعا على خبر وفاتها، وكمان معظم أعمالها كانت طبعا يعني ظهرت الفترة اللي فاتت بشكل أكبر. وكمان برضو ظهر لنا موضوع مهم جدا من قصة كانت يعني عملتها زمان مع برضو يعني سيدة مصرية، والموقف ده موقف إنساني جدا. أنا مش هحرقه لأن احنا معانا ابن السيدة المصرية، هو الأستاذ طارق فهمي، واللي عنده
موقف مهم جدا واللي حصل لوالدته مع الفنانة ماجدة. أستاذ طارق. ألو. أيوه. بنرحب بيك معانا. أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ طارق. يعني في موقف حصل لوالدة حضرتك مع الفنانة ماجدة، ممكن يعني تشرحه لنا كده وتقول لنا إيه الموقف ده؟ أه طبعا، دي حاجة بكل سرور. هو الحقيقة والدتي كانت حكيته لي، لأن الموقف كان قبل زواجها من والدي. كانت مخطوبة، الكلام ده كان سنة 56 ساعة عرض فيلم أين عمري الفنانة ماجدة. في الفيلم ده الفنانة ماجدة بتظهر في مشهد الفرح لابسه فستان فرح جميل وبونيه وطرحة. فأنا والدتي كانت مخطوبة وبتستعد للفرح، والفستان زفافها تعمله يعني. فكانت ساعتها إحدى المجلات الفنية الشهيرة يعني بتنشر عناوين النجوم الكبار للمراسلة. فأنا والدتي راحت فعلا بعتت رسالة للفنانة ماجدة، هي كانت طبعا معجبة بيها جدا، وبتقول لها فيها إنها بتجهز لفرحها وإن عجبها قوي الفستان والطرحة في الفرح اللي كان في الفيلم. ففوجئت بعد فترة بسيطة إن جالها جواب رقيق جدا من الفنانة ماجدة الله يرحمها، بتهنيها على الجواز وبتتمنى لها حياة سعيدة، وبعت لها طرد في البوني نفسه اللي كانت لابساه ماجدة في الفيلم، والباترون بتاع الفستان وعنوانه اسم الخياطة، كانت خياطة شهيرة في ذلك الوقت. احنا معانا الصورة على الهواء، هي معانا طبعا للفنانة القديرة ماجدة، وكمان لوالدة حضرتك. الله يرحمهم ويرحمنا جميعا. طب كمل. لا انا عايز اسمع الموقف للاخر. كمل. وبالفعل والدتي راحت للخياطة المشهورة وفصلت نفس الفستان مع تعديل بسيط يعني نسبها، ولبست البني في الفرح. فضلت والدتي طول عمر سعيدة بالذكرى دي والواقعة دي، وكانت بتحكيها لنا طول يعني من وقت للتاني دايما تفتكرها وتحكيها. طبعا هي حاجة بسيطة بس بتبقى حاجة كبيرة جدا زي والدة حضرتك، يعني فاكرة لها الموقف ده العمر كله. طبعا، لان فنانة ماجدة فنانة كبيرة ومحبوبة، وتصرف ممكن ما بقاش متوقع قوي فنانة ليها مشاغلها وليها عملها انها تهتم هذا الاهتمام وتبعت البني نفسه كمان، يعني كانت حاجة عظيمة جدا من فنانة كبيرة الله يرحمها. الله يرحمه. اكيد طبعا. طب هو لسه الفستان والبني لسه موجود لحد دلوقتي عند حضرتك؟ لا للاسف، لان طبعا دي واقعة بقى لها اكتر من 61 سنة وانا ما حضرش ده. بس ده ليه سبب، لان انا والدتي انا اتوقع ان هي كانت برضو ادتهم لحد من اخواتها وتداول الموضوع يعني. طب شايف انه الفنانين مهم انهم يعملوا مواقف زي كده مع جمهورهم؟ ده بالتأكيد، لأنه بيعمل خط إنساني كمان بينهم وبين الجمهور، وكمان بيأكد الصورة الجميلة اللي بيظهروا بيها في الشخصيات اللي بيقدوها. بيوضح يعني الفنانة ماجدة رمز من رموز الرقة في أدوارها وزي ما بنشوفها على الشاشة. فموقف زي ده بيأكد إنها كانت إنسانة رقيقة فعلا. هذا شيء رقيب بيوازي ان قد ايه الفنان انسان اساسا يعني. طبعا شكرا ليك. نشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق فهمي. طبعا فنانه قديره، يعني هي اثرت في السينما واثرت برضو مع جمهورها، يعني حركه بسيطه زي دي اعتقد ان هي هتفضل عايشه حتى بعدين اولاد طارق هيسمعوا عنها واحفاده، هتبقى خالده معاهم طول العمر. هنا فكره التواصل ما بين الفنانين والجمهور زي ما انت قلت يا عمرو، وفكره كمان ان في التوقيت ده ما كانش فيه سوشيال ميديا وما كانش فيه يعني الوسائل المقربه ان احنا ممكن نوصل لاي حد بمنتهى السهوله. ان حد يبعت رساله او يبعت جواب والفنان يرد عليه، وكمان يعمل له مفاجاه ان يبعت له الفستان او يبعت له الحاجه اللي هو حاببها من حاجاته، فطبعا ده شيء يعني في منتهى الاحترام والانسانيه كمان، ان هي عايزه تفرح برضو حد لسه صغير. يعني والده استاذ طارق كانت لسه في الوقت ده مخطوبه، فعايزه برضو هي كمان تفرح بشكل مختلف، والفنانه ماجده فنانه كبيره، فطبعا الواحد بتباهى ان بيبقى عنده حاجه من نجمه فنان طبعا كبرت بخاطرها برضو يعني. طيب تاني حاله وفاه برضو حصلت اليومين اللي فاتوا، الفنانه القديره والكبيره توفت عن عمر 84 عام، هي الفنانه ناديه رفيق. طبعا الفنان ناديه رفيق من الوشوش الجميله جدا، ودايما كده معروفه في الدراما وفي الافلام وفي اعمالها الفنيه بدور الام، ان هي دايما يعني شبه امهاتنا كلنا، ان هي بتطلع الست الجميله الطيبه اللي بتراعي دايما برضو يعني ولادها بشكل مختلف كده، يعني زي يعني كل الامهات بتاعتنا في بيوتنا، وطبعا وشها الجميل السامح طبعا زي ما حضراتكم كده شايفين معانا على الشاشه الله يرحمها طبعا الفنانه ناديه رفيق، وبرضو قدمت العديد من الاعمال. بالظبط.
الفنانة الراحلة من مواليد 8 فبراير 1935 وبدأت مشوارها الفني في بداية الخمسينيات في العمل بالإذاعة وبعدين التلفزيون بعد افتتاحه سنة 1920 وشاركت وقتها في عدد من الأعمال الدرامية والسهرات التلفزيونية. أنا أسفة 1960 تعرفين أنا عندي مشكلة في قراءة الأرقام بالعربي. المهم يعني في الثمانينات شاركت في عدد من الأفلام السينمائية وكان أول أفلامها أهل القمة في سنة 1981 مع سعاد حسني. يمكن كمان شفنا احنا كانت اكتر حاجه بتشدنا ليها ملامحها المصريه قوي ويمكن من ضمن الالقاب اللي بتلقب بيها في السينما او في الشارع حتى المصري والعربي ام الغلابه او الام الحنون في الدراما المصريه. ممثله قديره امتعتنا بادوار كتير اذاعيه متميزه كان لها اطلالات اذاعيه زي ما انت قلت يا رحمه من شويه. كانت مؤلفه كمان وكاتبه سيناريو شفنا كمان زي فيلم لعبه الايام. الحقيقه تشكيله مهمه جدا شفناها كمان في دور انا وانت وبابا في المشمش وشفناها في ليالي الحلميه. الحقيقه هي علامه من في السينما المصريه في دور الام. تحس بالراحه لما تسمعها وبتشوف دورها تحس انها بتحتويك اصلا. بتكلموا كمان عن طريقة تعاملها في الوسط الفني مع الفنانين ومع الأجيال الجديدة كانوا بيحسوا إن هي مامتهم فعلا. ده حقيقي فعلا. بصوا يا جماعة دايما كده في الوسط هتلاقي فيه يعني بعض الفنانين دايما بيرمزوا لأهالينا بشكل كبير جدا لأبهاتنا لأمهاتنا لجدتنا كلهم طبعا هتلاقيهم كل واحد فيهم عنده علامة مختلفة جدا. وكمان لما بتستمر من خلال الدراما برضو الموضوع بيأثر فينا جدا لما بنفتقده زي طبعا الفنانة القديرة الكبيرة طبعا كريمة مختار هي برضو من الفنانات الكبار جدا اللي مقصرين فينا لحد النهاردة وهي طبعا شبه أمهاتنا أمينة رزق طبعا. طيب مهما قلنا هتلاقي برضو في حاجات ثابتة بالظبط. وطبعا من الفنانين الكبار اللي توفوا اليومين اللي فاتت وفاة الفنان إبراهيم فرح بعتها بكم ساعة قرينا خبر طبعا وفاته. الفنان اللي أنا شخصيا كنت بحبه جدا جدا وكل الناس كانت بتحبه وشه بشوش وعلى طول بيضحك وصوته فيه حنية يعني لو قعدنا نقول عليه أشعار مش هنوفيه حقه. كان فنان جميل وتلقائي الفنان إبراهيم فرح. الفنان يا جماعة إبراهيم فرح يمكن اتشهر وأغلب يعني أدواره اللي عملها اللي كان فيها بصمة أكبر هو دوره في الشيخ اللي الشيخ عبد القادر طبعا مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل الخواجة عبد القادر. ويمكن كان معروف بقى بعد كده او اللي انتشر بعد كده من خلال بقى الوسط الفني ان هم سموه الشيخ عبد القادر من خلال بقى الدور اللي عمله طبعا الفنان ابراهيم فرح وقدم اعمال مميزه جدا وبرده اغلبيتها كان مع الفنان القدير برضو الكبير يحيى الفخراني زي عمرو مثلا. يعني كان مع يحيى الفخراني في الشيخ العرب همام كان مع يوسف في كفر دلهاب وكان في جراند اوتيل. لكن يمكن انت زي ما قلت الدور العلامه اللي احنا كلنا حبيناه كان دور الشيخ عبد القادر في مسلسل الخواجة عبد القادر مع يحيى الفخراني. يمكن كمان وحلقة يعني الدنيا مع كمان الفخراني كان عمل كتير جدا عمل كتير زي وحدة الغروب والزيبق لكن اللي معلم جدا معانا شخصيا الشيخ عبد القادر. يعني هتلاقيني مع شريحة المصريين والإخواتنا العرب في النقطة دي لأنه حتى الطريقة اللي كان بيقول بيها الكلام كانت تختلف. يعني أنا حتى جايب له حاجة كان بيقولها كمان في المسلسل كان بيقول يحيى الفخراني النفس ممكن تموت الجسد ممكن يعيا لكن الروح لا تحزن ولا تخون ولا تعيا ولا تموت لأنها نفخة من الحي الذي لا يموت. شوف انت سمعتيها مني تأثرت شوية إنما سمعها منه بطريقته وبقعدته حتى القعدة رفعت إيده. لا هو كان حب التمثيل أصلا دخل معهد الفنون المسرحية وبعد كده بدأ يمثل. يمكن بدايته كانت شفناه أو اتشهر مؤخرا أو متأخر شوية لكنه أمتعنا جدا طبعا. طيب يا جماعة احنا فقرتنا دي خلصت هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنتكلم عن تأثير تربية الأجداد للأحفاد. خليكم معنا متمشوش. رجعنا تاني بعد الفاصل علشان نتكلم في الفقرة اللي كنا عايزين نتكلم فيها ومستنيينها من أول الحلقة.
صح انت بتعمل كده عشان لا مش انت ليه عملت كده؟ اه يا احمد ليه؟ يعني ليه هنتكلم عن الاجداد اجدادنا يعني هنتخانق فيها ليه؟ والله حتى لو هنتكلم على الفضاء هتتخانق. طب احنا ممكن نتخانق في ايه في موضوع اجدادنا ده؟ ولا اي حاجه. طب انا هحاول ادور. بص يا جماعه دلوقتي هنتكلم معاكم عن تاثير الاجداد طبعا لتربيه الاحفاد، ان الموضوع يعني طلع ليه ابعاد مختلفه جدا وكمان ابعاد يعني ايجابيه وعلميه. وده اللي حصل فعلا، ان لقوا ان تربيه الاجداد لاحفادهم ان هو بيسبب لهم نوعا ما من الراحه النفسيه وعدم الاضطرابات اللي بتحصل يعني لمعظم الاطفال لما يكبروا شويه. بس قبل ما نتكلم عن الدراسه بقى وتفاصيلها، عايز اعرف منكم انتوا الاثنين، ليه احنا الاثنين وانت كمان؟ انا هقول برضه بس يمكن عشان يعني ممكن جدي وجدتي او ما حضرتهمش بشكل كبير يعني. ماشي. هتكلم عن عمرو. يا عمرو حضرت جدتك او جدك وانت صغير؟ والله في اتنين فيهم، في واحده ما لحقتنيش والثلاثه الباقيين لحد ما كنت خلصت رابعه جامعه ما كانش في ولا احد فيهم موجود للاسف. رابعه جامعه؟ رابعه جامعه كانوا كلهم، ما كانش في ولا حد. طب وانت صغير بقى كانوا بيتعاملوا معاك ازاي؟ وانا صغير انا جدتي سواء دي او دي، الناحيه دي او دي، وجدي الناحيه دي او دي، يعني قمه الدلع. من ناحيه الاب او الام يعني دلع. واللي اثر فيه الاب والام كانوا هم تلاقيهم موجودين يعني. كان العكس. كمان كنت طفل اقترب الى المكر شويه وانا صغير. المكر كنت عارف والله. ولا الله يبارك لك يا رحمه الله، ربنا يكبر بخاطرك. فكنت عارف انه مثلا ايه جدتي اللي هي لوالدي ليها كلمه على والدي والعكس، فكان لما يرفضوا الشريحه الاولى الطبقه الاولى المباشره دي اللي هي الوالد والوالد اروح للطبقه اللي بعدهم عشان هم اللي دول خط الدفاع اللي هو بالنسبه لك دول هيمشوا اللي انا عايزه بقى. يعني تاخد برضو مصروفك من هنا تروح تاخده من هنا وتروح تاخده من هنا وتروح تاخده، يبقى في لفه كده الصبح. انا والله الموضوع ده بيتكلم عننا شخصيا عشان انا اتربيت في بيت جدا يعني كل احفاد يعني كل بنات خالاتي وكلنا تربينا في بيت جدتي الله يرحمها يا رب. ففعلا هي بتاثر يعني بتاثر بشكل كبير جدا يعني. احنا كنا بنتضرب كتير. كانت اعقابها بتحني عنك يعني مثلا، كانت بتحني على امين اخويا اكتر علشان امين ممكن احنا ما عندناش ولاد كتير في العيله، احنا بنات اكتر فهي بتحبه بس كانت فأمين مميز عندها يعني ممكن يعني. عشان اخويا ممكن تعمل يعني الا هو. طب ايه اكتر حاجه انت فاكراها لها لحد النهارده كده بتقولي انا مش هنساها يعني مش هقدر انساها؟ موقف بقى سواء كان موقف انت عملتيه عندها عملتي حاجه حلوه خناقتها مع ماما يعني عليها. يعني انا لما بعيا كنت بعيا كتير جدا وانا صغيره، فاكره خناقتها مع ماما انت اللي عملت، رغم ان هي ماما ما لهاش ذنب بس هي مش عايزانا تعيا، مش عايزانا نعيا يعني. طبعا ليهم تاثير كبير وتاثير نفسي كمان يعني. انا مصدقه الموضوع ده جدا. ان انت تعيش عند جدتك وتاخد حنانها وتحضنها ده كله يعني حاجات حلوه قوي وبتكبر معاها في حنيه مختلفه عنها طبعا. يعني اول ما تلاقي الحفيد جه كده تلاقي الاب والام خلاص يعني اركب انتهى خلاص يعني الوقت بتاعهم، يجي بقى ايه دور الحفيد بالظبط. وكمان خصوصا لما يكون الاب والام لما يكبروا شويه وكمان بينشغلوا بقى بالحياه ويشتغلوا كده، فاكتر حد بيكون قريب لاهله هو اجداده يعني الجد والجده. هروح عند تيتا بقى بيبقى قاعد بيبقى قاعد معاهم اغلبيه الوقت. واغلبيه الصفات اللي عند الجد او الجده بياخدها منهم وكمان بيتشبع بيها، فطبعا ده بيأثر عليهم بشكل يعني كبير. نفسي واكبر شويه بالنسبه لهم من ناحيه الارتاحيه. طيب ده من ناحيه نسيت. بصوا انا بالنسبه لي انا يمكن ما حضرتش لا جدي ولا جدتي بشكل كبير. انا يمكن جدي حضرته وانا صغير يعني افتكر كده حاجات بسيطه قوي يعني كنت لسه صغير يعني. وبعد كده اللي كملت معانا برضو زي جدتي هي كانت عمه والدتي وكانت برضو يعني جت فتره بقت مقيمه معانا عشان خاطر هي كبرت شويه في السن فكانت والدتي هي اللي تراها يعني. فهنا بقى كانت هي دور جدتي بالظبط وكانت بتدافع عني برضو واستخبى عنها وتجيب لي الشوكولاته وانزل معاها عشان نعمل مش عارف ايه والمصروف برضو. بس اكتسبت حاجه منها من وانا صغير ودي معايا لحد النهارده، القهوه. كان يا جماعه الساعه 7 الصبح لازم يعني اصحى كده الاقي اوضتها منوره وهي عندها الكنكه بتاعتها اللي هي النحاس السبرتايه دي اسف السبرتايه النحاس والقهوه بتاعتها وهي عندها تلفزيونها في اوضتها وهي عايشه في جناح لوحدها كده ففي حاله. ومن وقتها بقى بقيت باخد البن بقى واعمله فبقيت برضو ايه يعني كيف قهوه شويه ما شاء الله بقيت دي يمكن الحاله اللي انا اكتسبتها منها شويه. طبعا هي حاجه جميله جدا لما يكون في جد او جده يعني ربنا يديهم الصحة وعايشين، دي حاجة كويسة جدا بتكتسب منهم صفات حلوة، حاجات أصيلة وحاجات يمكن قلت إلى حد ما شوية دلوقتي
ما بقتش موجودة بشكل كبير جدا. فيعني اللي عنده جد أو جدة يمسك فيه بإيديه وسنانه، يعني يمسك فيهم يعني بإيديه وسنانه. طيب ناخد علا معانا. علا يلا بينا. يا علا ألو مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله تمام. احكي لي بقى، اتربيتي عند جدتك زي كده؟ وانا صغيره كنت على طول سايبه، لما كبرت شويه مثلا 5-6 سنين كده كنت تقريبا مقيمه عند جدي وجدتي، وهما بقى كانوا الدرع الحامي بتوعي بقى، لو انا عايزه اعمل اي حاجه هما اللي بيخلصوا لي الدنيا. تعمليها بقلب جامد جدا. انا عارفه ان في حد بيحميني وفي حد واقف في ظهري وفي حد مش هيقولي لا. بابا وماما يقولوا لي حاجه لا فاجري عليهم هما. فانا بقى حسيت الموضوع اكتر لما كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عندي اولاد. انا تقريبا اتركنت على الجنب خالص بقى، والدي والدتي بقى يعني هم خلاص تقريبا كانوا مخلفيني عشان اخلف لهم بيبي صغير. طيب ممكن اسالك سؤال؟ لما بيبقى فيه الكيمياء دي ما بين الاحفاد والجد والجده او الجدود، بتبقى انت في النص، شكلك عامل ازاي؟ بغير جدا، بغير جدا، اللي هو ما انا كمان بنتك يعني دلعيني زيهم. غيره الاباء. طب ليه برضه بغيره كويسه يعني؟ طب ايه اكتر حاجه بتضايقك مثلا بالنسبه لك لما تقول لهم ذاكروا مثلا وتقول لهم لا سيبيهم دلوقتي يلعبوا او حاجه كده، ولا حاجه ثانيه؟ هم بيبقى عندهم نوع من الدلع المفرط فيه، اللي هو مفيش حاجه اسمها لا، مفيش حاجه اسمها تزعقلهم، مفيش حاجه اسمها تعاقبيهم، فده طبعا بيبوظ كل السيستم اللي احنا بنعمله في التربيه. بنحاول ان احنا يعني نعمل توازن ما بين الدلع وما بين اسلوب التربيه ده، بس طبعا يعني في الغالب بيفشل يعني. لا سيبيهم سيبيهم. اللي احنا بنقعد نعمله في الاسبوع كله بيبوظ في ساعتين معاهم. طبعا بالظبط. على مين؟ على مين يا علا؟ على مين؟ نورتينا جدا. شكرا. باي يا حبيبتي. جدا ليكي. طيب بصوا يا جماعه، في دراسه بقى بتقول ايه يعني عن الاجداد. عملوا دراسه في جامعه بوستون، وقالوا فيها يعني في قسم علم الاجتماع في جامعه بوستون الامريكيه، قالوا ان الاجداد مش بس بيكون يعني دلعهم او اهتمامهم باطفالهم وهم صغيرين بيأثر على نفسيتهم، لا ده كمان بيخليهم ما عندهمش اضطرابات او عندهم كمان توتر وقلق واجهاد من العوامل اللي ممكن بيشوفوها على مدار سنين حياتهم. يعني بيبقى اقل عرضه شويه من المشاكل اللي ممكن اي طفل تاني مش متربي مع جده وجدته. بيطلع يعني الى حد ما عنده ثقه زياده شويه في نفسه، بيبقى عنده اختياراته برضو بتكون واضحه، ليه هو راسم طريقه بشكل يعني اوضح شويه. وطبعا بالنسبه له كمان هو متشبع من ناحيه الحنيه بشكل كبير جدا. يعني لو باباه مسافر او باباه اغلبيه الوقت بره البيت والام كذلك برضو، فتلاقي دايما الطفل او الحفيد طالع متشبع بحنيه اجداده جده وجدته. فطبعا الموضوع مختلف. كمان الدراسه شافت ان العاطفه اللي بيقدمها الأجداد للأحفاد تحميهم من الاضطرابات النفسية زي التوتر والقلق، مقارنة بأطفال تانية ما تربوش عند أجدادهم. لا، الأطفال تربوا عند أجدادهم بيبقوا أقل عرضة للاضطرابات النفسية زي ما قلت لكم، زي القلق والتوتر والاكتئاب وحاجات كتير جدا. ويمكن كمان في دراسة عكسية أو دراسات عكسية بتقول العكس كمان، الجد والجدة اللي بيستمتعوا بأحفادهم بيقل عندهم التوتر كمان، ضغط العصبي عند الأجداد. وبيقولوا كمان إن ممكن يبقى أعمارهم، متوسط أعمارهم بيبقى أطول شوية. طبعا إحنا النقطة دي عندنا في الشرق موضوع إن عمره بيطول، عشان كده يقول لك الأعمار بيد الله، بس إحنا بنقول إنه بتعيش الوقت اللي موجود لك في الحياة يعني. مكتوب لك في الحياة بشكل أفضل. يعني جدتك لما أنت حكيت لنا على الموقف ده، هي أكيد زي ما أنت كنت بتستمتع معها بالسبرتاية والقعدة دي، هي برضو مستمتعة إن أحمد يجي هنا ويجي هنا وبتعمل قهوة الصبح، أكيد برضو ده كان ممتع بالنسبة لها. كمان الجدة اللي بتبقى في عيلة كبيرة بيبقى عندها أحفاد كتير جدا زي عيلتنا مثلا، سموها الكبيرة دي. العيلة الكبيرة. يعني لا، بيبقى اطفال كتير حواليها، فهي الكبيره. وحتى يعني انا فاكره موقف، حتى لما يعني تعبت وهي قعدت غيبوبه يومين بس، كانت سمعانه يعني، الدكتور كان بيقول ان هي سمع احفادها اكتر من ولادها. يعني لما اي حد من الاطفال احفادها بيدخل يقول لها حاجه في ودانها، بتعمل رياكشن بايدها او برجلها. رغم ان هي كانت غيبوبه وقعدت يومين بس، الحمد لله ما تعبتش قوي يعني. عندنا بقى نقطه كده في الصعيد، يقول لك ايه؟ اللي بيتربى بيت سيده او بيت جده يعني، لكن اللي تربى بيت سيده بيبقى متدلع شويه. والله يا معلم يعني الحياه احيانا بتقول كده، بلاش نحبك، الدنيا جميله. هو مش تحبيك، احنا بنحاول نعدي على الاماكن الثقافيه اللي في مصر كلها. بيقول لك معانا ايمان على التليفون. ايمان، يا ايمان على التليفون. يا ايمان ازيك؟ ايمان
الاخبار عاملين ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. احكي لنا يا امان بقى. انا بس افتكرتي وانتوا بتتكلموا. اتفضلي. يعني المسؤوله ان انا تخينه قوي 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 دلوقتي. انت ايه تخينه؟ انت تخينه؟ جدا. مليانه شويه. بتغذيكي كتير. بتغذيني. مش مجرد بتغذيني. وانا صغيره كانت ماما عامله لنا نظام صارم جدا في التغذيه، اللي هو ما ينفعش ناكل بعد الساعه مثلا 7 بالليل وبعد الساعه 9 وكده. فاجي انام بقى خلاص انا عايزه انام جنب تيتا، فانام جنب تيتا اللي هو ادخل الساعه 9 بالليل انام جنبها الاقيها مطلعه لي بقى من تحت المخده حلويات. شوكولاتات. صح. ونفسي في مكرونه تدخل تعمل لي. انا جعانه يا تيتا، انا جعانه يا تيتا. الاكل كله يكون عندك. وقعدت بتاكلني بقى كتير جدا 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 لحد ما بقيت بسم الله ما شاء الله لحد دلوقتي وانا عندي 24 سنه مش عارفه اتكلم. نعم ما شاء الله برضو مختلفة. انت عارفة ان في دراسة بتقول ان يعني الاطفال او الاحفاد اللي تربوا عند اجدادهم بيبقى اقل عرضة ان هم تجيلهم اضطرابات نفسية؟ مو اكيد، عشان هم بصراحة بيبقوا متعينا بحنانهم ودايما خايفين علينا، ولما بابا او ماما يجوا يحاولوا يضربونا او يزعقوا كانوا بيحمونا. يعني انا افتكر لما كانت ماما برضو بتأكلني سبانخ غصب عني وكانت بتضربني كان جده اللي بيدافع عني خليه ما تضربنيش عشان اكون سبانخ. طيب عايز اسالك سؤال، لما بيبقى في الجد والجده لما بيتدخلوا في تربيه الطفل، ده بيبقى دايما بشكل ايجابي ولا بشكل سلبي، ولا المعادله من وجهه نظرك الصح ايه؟ هنا شايفه ان اي حد بيتدخل في تربيه الاولاد دي بتبقى حاجه جدا، بس اوقات كتير قوي من الاهالي بتستخدم عنف مع اولادها. وده بيخليك انت طالع مش سوي نفسيا بسبب العنف اللي باباك او مامتك بسبب نرفزتهم عليك. احنا بنعمل حاجات شقيه مثلا واحنا صغيرين. بس هم بيدخلوا في يهدي الموضوع شويه، اللي هو لا ما تضربوش، انا هشيل عنك شويه. انا او انا مش يعني هبعده عنك دلوقتي. بيكون برضو لسه بيبقى في حكمه يا ايمان، يعني حتى الاب والام اللي هم الاجداد يعني بالنسبه لاولادهم في حكمه لسه برضو مستمره معاهم. لو حسوا ان في تصرف ممكن يعني زياده شويه بيكون برضو ليهم واقفه. هم اكيد برضو غصب عنهم خبرتهم في الحياه ونضجهم الاكبر اكيد بيخليهم هنا بيقفل الموضوع ده. مش بس ان عندهم صبر، يعني احنا الاجيال الجديده دلوقتي ما فيش حد فينا عنده صبر. بس ان في حاجات كتير قوي في حياتك شغلاك، الحياه سريعه. مش منشغلين ولا مش مشغولين بموبايل بالكلام ده كله، ف بيبقى عندهم استعداد ان هم يدوا لك وقت اكبر ويصبروا عليك. هم قاعدين لك بس لاهتماماتك. صح جدا. يا ايمان شكرا. يا ايمان شكرا جدا. باي باي يا حبيبي. حاجه جميله برضه. انا افتكرت ايمان لما قالت الاكل، انا كانت مش انا كنت رفيعه يا عموره بجد. الموضوع ده في انبوكس مليون الف مره والله العظيم. يعني في امل بس والله ما حكيتش. انا اول مره اسمع انت كنت اتفضلي احمد. لا كانت مليانه كده ولا حاجه. مهم يعني فاكرين ماما لما كانت انا فاكر البطاطس وانت نايمه، انا عارف قبل تنامي تروح باكلها لي تيتا بقى. الله يرحمها الله يرحمها. كانت بتزغطني حاجات كده بتعملها بايدها، حاجه زي مخبوزات كده. بس بتحط عليها عسل وتمر وحاجات كتير جدا وبتقعد كده. لا تخن بسرعه دي. اللي هي بتقعد تعملها كده على فكره. بتعملها كده وتروح اكلها كده. ايوه وبتاكلني على طول. وفي بقى جدتي ماما عندنا دي في الصعيد بتكلم جدتي اللي هو سد الحنك يعني. صح كده. سد الحنك. صح ايوه. هو بالنسبه لنا هو سد الحنك. ومامه بابا الله يرحمها برضو كانت بتعلمني بتحفظني اغاني جديده، اغاني قديمه جدا تراث. قصدك حلو. انا طالعه لها اصلا هي صوتها حلو برضو. لا انا محدش كان جو بيسالني، محدش كان بياكلني. ما ديك شايف النتيجه. طب وانت ما كانوش بياكلوني من قلبهم فاهم. طب وانت عمرو اكتر موقف انت فاكره لحد النهارده ايه؟ أنا ليا جدي لوالدتي كان دايما يقول لي كلمة أنا ماشي بيها لحد دلوقتي، كان بيقول لي عض في الدنيا وما تخافش. جمد قلبك يعني عض في يعني. الدنيا. اللي هو ما يهمكش. جدتي لأبويا كانت مكملة أمي معايا، لأن أمي كانت ست عاملة طبعا، هي مدرسة وكده. تمام. فهي كانت مكملة والدتي. فكانت معايا في المرحلة الابتدائي دي. ما انا بقول لك هي والدتي نص او مش عارف 60-70% وهي الباقي. فكانت ركيزه اساسيه. فلا جدتي لامي هي تقريبا ليها ثلاث ارباع.
جميل. بص يا جماعه، طبعا تربيه يعني الجد والجده بالنسبه لنا، انا شايف ان حتى لو فيها جزء من الدلع فهو دلع صحي، يعني دلع بالنسبه لنا دلع بيأسس مظبوط، مش دلع ان هو انت تطلع مستهتر او دلع ان انت تطلع بني ادم مش ملتزم في حاجات معينه بالنسبه لك وعندك مشاكل. لا، انت بتطلع سوي وعندك اكتفاء الحمد لله من العاطفه والحنيه، وكمان ما فيش شويه الكلاكيع اللي احنا ممكن بعض من الناس بتعرضوا ليها. فالحمد لله ربنا يخلي لنا اهالينا كلنا، اجدادنا وامهاتنا وكل اهالينا طبعا وابهاتنا، واللي رحل منهم ربنا يرحمهم يا رب رحمه واسعه. طيب خلصنا كده، خلاص فقرتنا معاكم. الفقره اللي جايه هنروح معاكم مع الفنان التشكيلي هاني جمال، واللي طبعا عمل يعني تماثيل جامده جدا والبعض الشخصيات المهمه والمشهوره هنعرف منه بعض الفاصل. خليكم معانا. نرجع تاني وفقرات إن بوكس، وآخر فقرة المهمة زي ما نوهنا في بداية الحلقة وقلنا فنون جميلة جامعة المنيا يا جماعة، اللي من 1975 أو 76 تقريبا وعمال بتخرج لنا فنانين، ونقلب في الفيسبوك ونقلب في مواقع التواصل الاجتماعي ونلاقي مي حسن، نلاقي مش عارف إيه، وصلنا وعدينا على فنانين كتير لحد ما وصلنا لفنان أكيد كلكم شفتوا لمحة من لمحاته الإبداعية على السوشيال الميديا أو على حتى شاشات التلفزيون، ابن بلدي المنياوي هاني جمال. منورنا فنان التشكيلي الجميل هاني جمال، منورنا والله. ازيك؟ تمام. ايه الاخبار؟ حلو. مخضوض شويه؟ حساك كده ولا اي حاجه؟ زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا بالظبط. هنكمل دردشه دلوقتي. تمام. اوكي. طيب احكي لنا بقى، الموضوع بدا معاك ازاي وامتى قررت قلت خلاص انا هعمل نحت؟ بص، هو الموضوع بدأ من سنين وانا ابتدائي بقى، فكرة شغفي بالرسم وبالألوان، ان اشوف حاجة ألوانها جميلة كده دي بتشد عيني قوي. فلقيت نفسي انا يعني خلاص ده شغفي، انا رايح ناحيته تلقائيا بالفطرة. انا بقيت برسم يعني مش بركز بقى انا عايز الموهبة دي او لا، هي يعني تلقائي بقى. بدأت يعني خطوات بقى ده من وانت صغير قبل فنون جميلة، قبل ما اعرف يعني ايه فن تشكيلي اصلا يعني. بدأت شغال برسم، كانت مادة التربية الفنية هي حاجة مقدسة بالنسبة لي. الالوان واحدة واحدة بقى مع الوقت بقى الموضوع بيكبر قوي لحد ما قررت ان هدخل فنون جميلة. ما اعرفش ايه فنون جميلة دي، من بره انا اسمع في كليه فنون جميله دي رسم الوان. يعني كمان النحت كان مش في بالي قوي يعني. انا عندي موهبه فطريه، انا كان ما اعرفش. انت بتحب الرسم؟ تتجه فنون جميله؟ طبعا كان اختيار اساسي موفق. والحمد لله يعني كان فعلا اختيار موفق يعني الحمد لله، بناء عليه انا وصلت للمرحله اللي انا فيها دلوقتي يعني. طب هل شايف ان الدراسة فرقت معاك في موضوع النحت بشكل أكبر وأكتر يعني؟ أكيد طبعا، الدراسة ليها عامل مهم جدا في تنمية وتطوير أي موهبة، أي حاجة لازم يعني، أي موهبة أو أي حاجة في الدنيا عامة بيبقى محتاجة منهج علمي نشتغل عليه، بناء عليه نعرف نطور ونعرف إمكانياتنا فين ونعرف نزودها ونعرف نوصل لمرحلة أحلى وأفضل يعني. بالظبط. أنا عايز أتكلم معك من بداية المرحلة الاحترافية، لو أننا بنشوف يمكن مشاريع تخرج لسنين لسه طلبة لسه ما تخرجوش، تحس أن المشروع محترف. أنت مرحلة الاحتراف دي بدأتها وأنت في الكلية ولا بعد ما تخرج؟ أقدر أقول بدأت احتراف من وأنا في الكلية يعني. أنا بدأت أن يكون ده شغلي يعني، أنا أعرف أشتغل من الفن التشكيلي وأكسب منه من وقت ما أنا في الكلية يعني. الاحتراف احنا بنقعد 5 سنين في الكليه، فطبيعي جدا ان اكون يعني بحتك بكل المجالات بقى الخاصه بشغلي يعني بكل النواحي بقى، فلازم بعد 5 سنين يطلع خريج محترف تماما. كان ايه بقى اول تمثال تعمله بشكل محترف؟ اول واحد؟ هو انا في مجال النحت يعني البورتريه او يعني ده جزء من النحت. في حاجات تانية يعني، في جداريات بتبقى نحت بارز، في حاجات معينة للديكور مثلا. لا، في أنا بتكلم على تمثال.
لكن التماثيل بشكل محترف وبشكل لشخصية معروفة كان أول حاجة كان تمثال محمد صلاح. الله. ده كانت دي كانت البداية، وكانت يعني نقدر نقول إن هي بداية خير طبعا. الله. أو ده تمثال. ده تمثال محمد صلاح. حلو جدا. أنت اللي قررت من نفسك تعمل التمثال. مش حد هو يعني كل رشا. الحاجات اللي عملتها كانت قرار ذاتي يعني انا امتى حاسس ان انت حابب الشخص قوي بالظبط، حابب الشخصيه، حاسسها مؤثره، فهي تستحق ان يكون لها تمثال. لو ما عنديش شغف ناحيه الشخصيه اللي انا بعملها انا مش هعرف انفذها بالظبط. طيب خدت وقت قد ايه في التمثال ده والشكل ده؟ ايه البعد الثقافي بتاعه؟ يعني انا حاسس ان هو مش تجسيد للواقع بالظبط، اكيد في نقدر نقول ان في الفتره دي كان محمد صلاح، الفتره اللي كنا يعني عملت فيها التمثال، كان محمد صلاح ايقونه بالنسبه للمصريين. ما زال ايقونه. لا، وكان في الوقت ده بقى كان كاس العالم، وكان المرحله بقى احنا عندنا امال وطموح، ونجومنا بقى العالميين بدانا نشوفهم بشكل تاني. فكان محمد صلاح يعني امل مهم في الوقت، كل الناس وفي الوقت ده بتتكلم عنه، فطبيعي ان انا اكون شغوف بيه يعني. فبدات عملت التمثال ده، نفذته في الوقت ده والحمد لله. طيب مش بس جدا نفذته وعملته بالشكل الجميل والتقنيات العاليه جدا في تنفيذه، لا كمان التمثال وصل للنجم العالمي محمد صلاح. كان احساسك ايه بقى وقتها، وازاي وصل له كمان؟ دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. يعني انا وقت ما عملت تمثال انا يعني انا بعمله بشغف، بعمله بدافع شخصي، فبعمل حاجه انا حاببها قوي بحب قوي. فانا عملت التمثال بس كده. اتفاجئ ان احنا ممكن نوصل التمثال لمحمد صلاح معقول. من خلال شركه من خلال شركه خاصه طبعا. يعني معقول هو فعلا ممكن التمثال يوصل؟ طب حلو قوي. دخلنا في المرحله اللي بعدها، طب انا عايز اوصل التمثال في صوره جميله. التمثال اتعمل من خامه البرونز، تمثال من النحاس، لازم يوصل حاجه قيمه، حوالي 10 كيلو تقريبا. هو بيبقى مفرغ من جوه، مش كتله. مش كتله. ووصل التمثال بشكل جميل جدا، بشكل انا بفتخر بيه وبالحاجه. وهو على فكره محمد صلاح باين ان هو مبسوط بيه جدا. كان بيقول ان ده اكتر حاجه شبهي اتعمل. تمثال شبهي في من نشوف. انا البعد الفني اللي انت عملت بيه التمثال حاسس انه شبه الفنون اللي بنشوفها في اسبارتا مثلا، والفن الاغريقي مثلا. يعني انت ماشي على السكري في التمثال ده؟ في التمثال ده انا كنا شايفينه اسطوره، فاحنا لما جينا نعمل حاجه زي كده وانا عايز اجسد اسطوره، انا رفعت الشموخ بقى والعظمه والحاجات دي، فكان لازم اطلع احساسي بالشخصيه بالشكل ده. طب هاني، عايز اعرف منك مراحل يعني تشكيل العمل اللي بتعمله او النحت اللي بتعمله بيبقى ايه المراحل بتاعته، وكمان المفروض اكتر مرحله بتاخد منك وقت قد ايه؟ المراحل بتبتدي كذا مرحلة طبعا، كذا خطوة. أول حاجة اختيار الشخصية نفسها. بترسمها بقى ولا بتعمل إيه؟ ولا بتجيب صورة ليه؟ لا، أنا بختارها الأول. تمام. بعد كده لازم يكون عندي داتا كتير قوي، سواء صور أو فيديوهات للشخصية اللي قدامي. تبقى عارف الأبعاد كلها طبعا. أنا بشتغل 360 درجة. فلازم أكون عارف التمثال من كل ناحية. ببتدي بقى أقرر هعمله في أي شكل. طريقة الإخراج للتمثال نفسه أو البورتري نفسه هيكون عامل إزاي. المرحلة الثانية التشكيل. التشكيل بيبتدي بالطين الأسواني. الطين الأسواني يعني أنا بعتبرها الخامة اللي فيها كل الشغف بيطلع، وكل الأحاسيس بقى، لأن أنا بتعامل فيها بإيدي. الملامس الإيدي هي على الشخصية الفن. فببتدي تشكيل، ببتدي لحد ما بوصل لمرحلة إن أنا شايف الكاركتر قدامي كويس قوي، وشايفه هو ده الشخصية بإحساسها، مش مجرد شبه لكن يوصلني تفاصيلها. إن أنا الخطوط بفتكر حاجة منه مثلا. يعني لما عملت تمثال محمد فوزي أنا لما بشوفه بفتكر أغانيه، أنا عايز أغني أغنية معينة أنا لما بشوف التمثال. فلازم أوصل للإحساس ده في التمثال نفسه. أنا مش مصدق يعني هو يعني هو حقيقة يعني أنت مش عامل حاجة مثلا شبيهة، لا ده هو يعني الصوره تحس انها ابيض واسود، صوره حقيقيه تحس انها ابيض واسود. انا بشوف فيه ان لما عملت التمثال ده انا شغوف بيه جدا، وبحب شخصيه محمد فوزي قوي، وهو معروف عنه انه خفيف الظل.
فلا عايز اطلع في التمثال ده خفة ظله كمان يعني مش مجرد ان هو شخصية، لا عايز احس بامير البهجة الغنائية. انت مش بترسم يعني مع الملمح، بتحط الحالة اللي فيها الملمح يعني لو مناخير او وش مبسوط سعيد متضايق مش عارف، يعني انت بتحط الاضافة للحالة اللي فيها الملمح بتاع الوش او ملامح الوش. بالظبط صح كده، عايز اوصل للاحساس الشخصية نفسها مش الشبه، الشخصية من جوه نفسها. طيب التماثيل عموما بتاخد منك كم وقت قد ايه تقريبا؟ على حسب، زي مثلا تمثال محمد صلاح، زي التمثال ده. المفاجأة ان تمثال محمد صلاح كان يعتبر اسرع تمثال اتعمل بجد والله. انا ما كنتش مخطط لاي حاجة، فجأة التمثال اتعمل في خلال يومين. لما حطيت الصور كمان على السوشيال ميديا ما كنتش متوقع اصلا اي رد فعل بالشكل ده. اتفاجئت ان الناس يعني انتشر بشكل كبير ووصل لناس كتير قوي والناس مبسوطه بيه جدا. فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي طبعا، يعني احنا دايما بحط صور شغلي على صفحتي الشخصيه فبلاقي مثلا ردود افعال من اصدقائي مثلا، او يعني بيبقى العدد محدود، لكن ده كان بدايه الانتشار بصراحه. طيب هاني، انت كل التماثيل عندك بتستخدم فيها النحاس ولا بتبقى بس من الطين الاسواني او الطمي الاسواني؟ الطين الاسواني ده مرحله اولى. بعد كده بنوصل لمراحل ان احنا نوصل لاخر حاجه اللي هو النحاس، يعني النحاس ده بيبقى المنتج الاخير. وده اللي برضه نفذته مع شخصيه الفنان الكبير طبعا نمرة اسود احمد زكي. تمثال احمد زكي كان من اصعب التماثيل اللي انا عملتها. هو ده تمثال؟ ده اديت انا عملته على التمثال، اديت فوتوشوب على انا بلبسه الشخصيه بتاعت البيه البواب، عايز اشوف يعني الكاركتر كمان هل متناسق مع الشخصيه اللي عملها ولا لا. يعني انا كل اللي عملته ان انا ضفت له العمه وضفت له الشنب والجلابيه. لكن هو ده التمثال اللي لكن ده التمثال اللي عملته. انت يا هاني التمثال ده في 2019 يعني في اوائل 2019 تقريبا كده يعني. اخر حاجه عملتها بقى كانت ايه؟ اخر حاجه اتعملت كان للشاعر صلاح جاهين. صلاح جاهين شاعر مصري وفنان تشكيلي كمان، كرسام كاريكاتير، فبالنسبه لي كان شخصيه جميله ولذيذه، والرباعيات بتاعته من الحاجات الخالده طبعا في الثقافه المصريه يعني. اللي شبعتنا ادبيا كتير قوي سنين لحد يعني دلوقتي. طبعا يعني، فانا كنت مبسوط جدا وانا بعمله ونفذته بالشكل ده، وطلع يعني بشكل كويس قوي. لا مش ممكن، انت عاملها كانها صور بالنسبه لي ابيض واسود، انا مش شايف ان هو تمثال خالص، صور حقيقيه. انت كمان قدمت العديد من الشخصيات الاخرى برضو الكبيره واللي اثرت فينا، زي الدكتور الكبير العالمي طبعا مجدي يعقوب. بالظبط، يعني برضو من ضمن الشخصيات اللي اثرت فيك وانت نفذتها برضو بتقنيات عاليه جدا اهي. مجدي يعقوب كان في الفتره دي كان يقال او يشاع ان هو اخذ لقب اسطوره الطب. بس هو سواء اخذ اللقب او ما اخذوش هو فعلا اسطوره. هو اسطوره يعني، انا بشوفه هو الملاك الموجود في وسطينا يعني قد ايه بيعرف يرسم بسمه على. طب قولي يا هاني، التمثال وصل للدكتور الكبير مجدي يعقوب ولا لا؟ طيب شافه؟ ما تعرفش؟ ما اعرفش رد فعل ايه، بس انا اعرف ان ناس كتير شافته. وهم يعني في ناس قالت لي احنا ممكن نوصل له الصور والحاجه دي. اتمنى طبعا انه يشوفه واتمنى ان يعجبه زي ما اسعد ناس كتير احنا بنحب نساعده يعني. بالظبط كنت هقول لك كمان عملت تمثال للنقشه بندي. امتى ده وفين وازاي؟ انت بتحب تسمعه النقشه بندي؟ ما فيش حد ما يعرفش صوته. طبعا من الاصوات الاسطوريه. ما حدش يعرف صورته. يعني يمكن عدد معين مثلا يعرف، لكن مش الاغلبيه. لكن انا اتحدى ان لما بيبقى في ادعيه او توشيح او اي حاجه بصوت النقشبندي ما حدش يعرف يختلف عليها، ده النقشبندي خلاص. فكان بقى التحدي ان هو مفيش صور كتير ليه. ومش عارف اوصل للشبه اللي اعرف او الصور اللي اعرف اجيب منها كاركتر قوي. فبدات بالموجود ان انا اشتغل واحاول واشغل التواشيح بتاعته خصوصا مولاي طبعا، فقدرت اوصل ان انا اوصل لكده. الرد الفعل بقى اللي اسعدني من اسرته.
بجد والله. أسرة النقشبندي أحفاده بقى يعني تواصلوا معايا وأثنوا على العمل جدا وما زالوا لحد النهارده هم أصدقاء. يعني وقت ما بعرض تمثال تاني على صفحتي أو حاجة بشوف قد إيه هم مبسوطين بيه جدا. وده رد الفعل اللي أنا ببقى منتظره بصراحة، وهو ده أكتر حاجة بتسعدني لما يكون حد يعني من أسرة الشخصية اللي أنا بعملها بيشوف ده. كمان الحاجة التانية برضو الأسرة اللي تواصلت معايا هي أسرة محمد فوزي ابنه دكتور عمرو تقريبا دكتور عمرو تواصل معايا و يعني شكرني جدا على التمثال، وقلت له انا اللي بشكركم يعني على محمد فوزي وعلى اغانيه وعلى على كل حاجه هو قدمها لنا. يعني كان اسطوره في الموسيقى برضو طبعا. يمكن ناس كتير انت وانت بتكلمني ناس كتير بتبص للفن التشكيلي على انه مش فن منتشر. انت قلت لي طبعا انك من المنيا وبدات احتراف شغل احترافي وانت لسه طالب وبدات تتكسب منه كمان، دي ممكن كلها تبقى في ناس ما تستوعبهاش ازاي صعيد وازاي فن تشكيلي وازاي بتكسب منه في المنيا. طبعا ممكن كل المعلومات لسه الناس كتير ما تعرفش حاجه، فقول لنا بقى. بص هو العمل الجيد بيفرض نفسه طبعا، وفكره الانتشار بتيجي ازاي؟ هي بتيجي بعمل جيد متقن بيبتدي الناس تشوفه. يمكن ناس كتير ما عندهاش فكره رفاهيه الفن التشكيلي او انها تتعامل مع الفن التشكيلي برفاهيه معينه، او شايفاه حاجه استثنائيه يعني مش حاجه اساسيه. انتشار الاعمال الفنيه او انتشار الفن التشكيلي بيبدا يفرض ثقافته على الواقع، تبتدي الناس تشوفه. لما انا اشوفه هتعود عليه، هبتدي اشوف الجمال، هبتدي لما اشوف حاجه اعرف اميز ما بين الجمال والقبح، فابتدي هختار اكيد الجمال. الفن التشكيلي احنا بنسميه يعني انا هو شيء جميل، يعني احنا يعني فنون جميله، فبنقدم حاجه جميله، حاجه العين تبقى مبسوطه وهي بتشوفها. فاكيد ده اللي بيعمل انتشار للفن نفسه. هاني بص اخيرا كده خلاص احنا يعني هنختم معاك، لكن برضو في تمثال انت عملته فن والتمثال ده برضو اثر فينا كلنا، وهو للنائب العام الراحل هشام بركات. يعني انا شايف ان احنا برضو لازم يعني نعرض برضو للساده المشاهدين قد ايه ان انت اتقنت جدا تفاصيل النائب العام هشام بركات طبعا بكل تفاصيله. واكيد طبعا طالما انت نفذته يبقى اكيد دي شخصيه اثرت فيك زي ما هي كمان اثرت فينا كمصريين كلنا طبعا. طبعا. ويا هاني يعني مش عارف اقول لك ايه، بجد انت نورتنا جدا. ربنا يخليك. ويا رب يعني تستمر بنفس المستوى ده على طول ان شاء الله. علشان خاطر احنا يعني محتاجين كل الفنانين التشكيليين اللي زيك كده. ربنا يخليك. بجد والله مش قادر ليك. شكرا. شكرا جدا ليك يا احمد. اشكر كمان فنون جميله جدا، فنون ممتازه، فنون رهيبه جامعه المنيا بصراحه. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا يا فريق. شكرا جدا. ان شاء الله يكون في حاجات تانية انا محضرها، تماثيل تانية عارضها ان شاء الله على الصفحه، وهتكون مفاجاه يعني باذن الله. ان شاء الله ترجع تنورنا تاني في استوديو انبوكس. كنا عاملين احنا بقى تماثيل المره الجايه ان شاء الله. يا جماعه خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم، بكره حلقه جديده استنونا. سلام.